رأي فضيلتكم في تزاور الجيران والأصدقاء؟ كل واحد مراته، وإن كانت المرأة تلبس هدية سافرة أو غير يعني إطالة، كل واحد يأخذ مراته ويروح لزميله أو جاره، وكل واحد يتكلم والثاني يسمع وهكذا يسهروا مع بعض، يعني كل واحد راجل ومراته ويبدأ يتكلم كويس برضه. إذا كان النساء مع النساء والرجال مع الرجال ما فيه تكشف للرجال ولا يعني اظهار زينة ولا عدم الحجاب، لا بأس. اما يجتمعوا جميعا بغير تحجب وغير مبالاة فلا يجوز هذا، بل اذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سهر ولا اضاعات اوقات ولا اجتماع على باطل، لا بأس. اذا زار النساء والنساء زاروا الجيران هذا طيب بين الجيران، لكن بشرط ان يكون ذلك على غير سوء، على غير عمل صالح، يعني على لا يكون هذا على عمل سيء، ولا يكون معه تكشف لجار او زوج جاره او ما اشبه، لا، بل يكون معه احتشام وستر وحجاب، والنساء مع النساء والرجال مع الرجال في غير معصيه، بل الزيارات الصالحه بحد مناسب وباجتماع مناسب للتنفيس عن النفس وللترويح عنها وللتحدث الذي جرى في العاده بين الجيران، هذا لا بأس.